دمع الهاتون ومن جبال الهم في دنيا الجنون حقيقة أغرب من خيال شيء مستحيل لكن حقيقة شدت خطاها كل المحال وداست زهرة الحب الرقيقة بالشوك بالكره بالصبار بالخوف شيد الأسوار وفي الغيوم السودة حياتنا موعودة بقلوب عطشانة بترتوي بالنار أعطيني حنانك أبني لك العالم وصول أملى لك الدنيا زهور أرويها ببحور من فرحة ونور منثور منثور لا تزرع الغيرة كل العواطف لو تهون تجني على القلب الحنون وفي كل الظنون الشر رح يكون مجنون 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 ريم حق دياب يا مداس على الناس في سبيل مصلحته لا هم صاحب ولا قريب لسه القايمة مليانة يا ترى الدور قرب على اسمي ولا لسه لكن لا لازم اتغدى بيه قبل لا يتعشى بيا المكتب هذا أوراق تودي دياب في 60 داعية وأوراق توديني أنا كمان لازم أصفي المكتب من كل الأوراق اللي تدينني وأخلص الأوراق اللي تدين دياب وبس وأصورها وأحتفظ بالصورة ولما يعرف دياب إن رقبته في يدي راح يفكر 1000 مرة قبل لا يتجرأ ويغدر بيا قصدك ايش يا أمي؟ بتسألي ايش يا ريم؟ يا ريم انت ما انت صغير عشان أفهمك الأشياء هذه الأعراض هذه يا ريم أعراض حمل حمل؟ لا لا وليش لا يا ريم؟ واحنا في هذيك الساعة لما نشيل بزورتك ونفرح بيهم بس ابغى اقول لك شيء يا ريم ابغاك يا بنتي تروح للدكتور عشان تتأكدي عشان ما يطلع حمل كاذب زي المرة الأولانية لا سمح الله يا ريت يا أمي يا ريت واحنا في هذيك الساعة يا ريم لما نشيل بزورتك ونفرح بيهم مبروك يا مدام انت حامل
وقلت لك يا عيد انا كنت عارف انه فارس مخبي الاوراق هناك من صغره، هو متعود يخبي اشياءه في القبو، ولولا حبسة ابويا لي وانا صغير ما كنت عرفت المكان. يعني متأكد ان الاوراق هناك؟ وحتى لو ما كانت هناك ما راح يخرج المكان عن نطاق البيت. معاك حد. مين اللي كان بيتكلم من شوية؟ ابدا يا دكتور، ما في غيرنا. اذا كان ما فيش غيركم يبقى انا مش بحلم. متهيألي اني سمعت صوت شمان بيتكلم بطريقة سليمة، صح ولا لا؟ أصله عيد كان فاتح الراديو وأنا سكيته. أصل أنا افتكرت إنك أنت اللي بتتكلم أو حاجة زي كده. ايش هذا كله يا عم؟ الف الف مبروك يا فارس، الف مبروك يا ابو. اللي رايح تسميه ايش؟ ومين اللي راح اسميه؟ ابنك يا فارس، ريم حامل. صحيح، الله يبارك فيكي، مبروك يا ريم. عمي عرف؟ لسه يا فارس. اروح ابشره. هلا، حياك الله يا ابو الفوارس، الف 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 مبروك. انت عرفت ولا ايش؟ يعني كنت جاي ابشرك. يا سيدي اتصلت بي حماتك وبشرتني، يتربى في عزك ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب وفرت علي نص المهمة. مهمة؟ مهمة ايه يا فارس؟ عم دياب، ابغى اتكلم معاك في موضوع الكوشان والفيلا والعمارة. انت في ايه ولا في ايه؟ ما تخليك في فرحتك، خليك في المولود المنتظر. عم دياب، ابغى افصل الموضوع من دحين. انت ايش اللي تبغاه مني بالضبط؟ الفيلا والعمارة والكوشان، كل شيء لازم يرجع باسمي ومن بكرة. طبعا يا فارس، كل شيء راح يرجع باسمك، بس ليش الاستعجال؟ وليش ما نستعجل يا عم دياب؟ طيب خليها بس تنسبك على عمك شوي. تنسبك على عمي ولا تنسبك علي انا يا عم دياب؟ انت كيف تكلمني بالطريقه هذه يا فارس؟ هذه طريقتي معاك يا دياب، من اليوم ورايح هذه طريقتي معاك. وكمان دياب؟ ايوه دياب يا دياب. طب اسمع، انت مالك شيء عندي، واعلى ما في خيلك اركب. لو ركبت اعلى ما في خيلي راح تندم يا دياب. أندم؟ طب اتفضل وريني ايش تبغى تسوي. حوريك. في الملف هذا اوراق، كل ورقه منهم ممكن توديك السجن. ليه خرفت؟ نسيت انه توقيعك معايا في الاوراق هذه، واذا رحت السجن راح تكون معايا يدي في يدك في كلبشة واحده. شوف الأوراق يا دياب، ما فيها غير توقيعك أنت لوحدك، ما فيها ولا توقيع واحد ليا. اللعبة هذه تلعبها معايا يا فارس؟ أنا لسه ما لعبت يا دياب، لكن لو لعبت راح
راح تندم، راح تندم يا دياب. جبان جبان راح يا عمتي. طمن، ايش قال؟ ابدا. عم دياب بيتدلع شوية. يعني الدكتور قال ايش عنده؟ كتب له روشتة صغيرة هادي، وقال ابعدوه عن الانفعالات واكل الدهون. عن اذنكم اروح اجيب الدواء لعمي. تفضل. الف سلامة عليك يا عمي. لسه كلامنا ما خلص يا دياب، نكمله بعد ما تخف بإذن الله. الحمد لله وصلنا بالسلامة. قل لي عندك المفتاح ولا لا؟ مفتاح يا ابو مفتاح؟ هو فارس خلى لأحد حاجة؟ المفتاح اهو. والله ما ينخاف عليك. عيب اخوك سبع. شيل معايا هيك. شيل الاوراق هذه كلها. ايوه كلها. وانت تحتاج الاوراق هذه كلها؟ انت طبعا تحتاج الاوراق اللي تهمك وبس. لا يا عيد، والاوراق الثانيه كمان. الأوراق الثانية يا شمان فيها خطر على فارس. أنت إيش تبغى بيها بالضبط؟ وإيش اللي خطر في بالك يا عيد؟ هو أنا ممكن أزي أخوي فارس؟ أنا بس أبغى أستخدم الأوراق الثانية أهدده بيها كده وكده يعني. وإذا ما نفعت معاه الطريقة الحبية أمري لله أستخدم الأوراق الثانية. أخاف يكون يا شمان هدفك أبعد من كده. خص عليك يا عيد. هو انت فقدت ثقتك فيه ولا ايه؟ مشكلتي يا شمان ان ثقتي فيك كبيرة. اتفضل شيل معاي. يلا. كنتوا بتلعبوا بيا وبحقوق يا فارس انت ودياب، عشان كنت شمان المسكين، شمان المجنون. ودحين رقبتكم في يدي، وقت ما أحب أكسرها. لكن أنا ما أبغى غيرك أنت يا فارس وبس.
اهلا بالغاليه. اهلا بيكي يا امي. ابويا احواله ايه؟ كيف صحته دحين؟ الحمد لله. ابوك بخير يا ريم. تعالي تعالي يا بنتي. لا صحتك عالي وزي البوم. الحمد لله. ومع كده صار له كام يوم اخذ اجازه، وكل يوم في الصباح يتصل بالمكتب عشان يجددها. اخذ عكسل اليومين دول. ترى الشغل مهم تمام يا ابويا زي الراحه. معاكي حق. سلمى ابغاك تسوي لنا براد شاهي مظبوط كده، لاحسن من زمان ما شربت الشاهي مع ريم. من عيوني. ريم يا بنتي ابغى اطلب منك خدمه. اطلب عيوني يا ابويا. تسلمي يا ريم يا بنتي. في اوراق مهمه عند فارس بيهددني بيها، والاوراق هذه لازم ترجع. ابغاك كده تدوري لي عليها في الخزنه، واذا ما لقيتيها تحاولي تعرفي هو فين حاططها بطريقتك الخاصه. هو ليش بيهددك بيها؟ قال ايه؟ يبغاني اكتب له الفيلا والعماره، حتى الكوشان يبغاني اكتبه باسمه. حقه حق شمان يا ابويا. الفلوس حق للي يعرفها ويعرف قيمتها، وما في احد يعرف قيمه الفلوس قد ابوكي قدي انا. حرام عليك يا ابويا. كفايه كفايه اللي اخذته منه قبل كده. اعتبر فتره المرض هذه ابتلاء من ربنا عشان تذكره تذكره تتقيه يا ابويا. خلاصه الكلام ابغى افهم، تبغي تجيبيها ولا لا؟ لا لا يا ابويا. كده طيب اتصل بجوزك دحين بالتليفون، خليه يجي ياخذك من البيت هذا، واصحى اشوف وجهك هنا. فاهمه؟ فاكرني غبي اخبي اوراق زي هذه في خزنه بيتي؟ فارس لما بقول لك كده الا عشان تستقر وتشعرني بالاستقرار. ارجوك يا فارس اسمعني. انا ماني فاضل تفاهاتك هذه. اولا انا ما بقول تفاهات، ثانيا لازم تسمعني يا فارس. انا قبل كده طلبت منك الطلاق، لكن اليوم الوضع اختلف واصبح في رابط يربطني بيك اكثر، ابنك اللي لسه ما شاف النور. مو عشاني انا يا فارس، عشانه هو. أنا عشت في بيت أبوي حياة مشابهة، كنت أحس إننا عايشين على كف عفريت ممكن يطيح، ولو طحنا ما حد يعرف إيش تكون النتائج. أرجوك يا فارس كفاية تعذب نفسك أكثر من كده. فيها إيش لو استرجعت حقك ورجعت الشمال حقه؟ بتقولي ايش؟ ارجع لمين؟ ثروه ابويا ارجعها لشامان مجنون؟ تاكيد اتجننتي زيه. على العموم كلها مده وتنقضي، واكون اسست مستقبلي. ساعتها ما راح اخاف من شيء. شوفي مين على الباب يا سلمى. ايوه. مين؟ ما في احد يا دياب. ايه؟ ايش هذا؟ ايش؟ الظاهر ان في واحد جاب الاوراق هذه وسابها ومشي. اشوف.
إلى نائب الشيطان دياب. لا أريد أن ألقي عليك تحية، فأنت لا تستحقها. هذه الهدية التي أقدمها لك لم ولن تتوقعها أبدا. إنها حريتك، نعم حريتك. داخل هذا المظروف تجد صور الأوراق التي كانت بمثابة قيد في عنقك، أطبقه عليك فارس، وها أنا ذا أحررك، ولكن لكل شيء ثمن. هذا هو مبدأك ومبدأ تعاملي معك. عليك باتباع ما أمليه عليك وتنفيذه بأسرع ما يمكن. مع صور الأوراق تجد كل الأوراق التي تدين فارس. تخلص من كل ما يثبت إدانتك من الأوراق في المكتب وأبدلها بالأوراق التي تدين فارس. لديك 3 أيام ابتداء من الغد. إذا لم تفعل فلدي صور مماثلة لتلك التي معك، باستطاعتي أن أقدمها لتودي بك إلى ظلام السجن، ولك أن تختار، إما رأسك وإما رأس فارس وريم. حسن خطك يا أستاذ. حمد ياب، ما هي معقولة. أهلا أهلا أهلا، الحمد لله على السلامة حمد ياب. شايف كيف المكتب نور؟ ما تدري قد إيش كان مظلم في غيابك يا فارس. نورك يكفي ويزيد. العفو، المقامات محفوظة يا حمد ياب. أنا بالنسبة لك نقطة في بحر. الكلام هذا كان زمان يا فارس، أما الآن أنت سرت ما شاء الله ونابك سار حاد. على اللي عاندني بس يا عم دياب، إنما اللي طاوعني نصير أنا وهو حبايب زي ما كنا. قلت إيش يا عم دياب؟ قلت إيش في إيش يا فارس؟ اللي تكلمنا فيه الأسبوع اللي فات وأجلناه إلين تقوم بالسلامة، وهو أنت الحمد لله صحتك صارت عالي العال. كل شيء يصير زي ما تبغاه، ده حقك، بس أنا عاتب عليك يا فارس. عاتب علي؟ ليش يا عبد ياب؟ أنت كيف تفكر أو يخطر على بالك إني أغدر بيك؟ أنت نسيت العشرة، نسيت العيش والملح. أنت ما أنت عارف إنه أنا بعتبرك زي ابني، ونسيت إنك زوج بنتي الوحيدة ريم. معلش يا عم دياب، معلش. كل شيء يصير زي ما كان وأحسن بإذن الله. على العموم كلها 3 أيام ويحصل زي ما تبغى. وليش 3 أيام يا عم دياب؟ ليش ما يكون بكرة؟ فارس، المسألة ما هي بالسهولة هذه. مسألة ما هي مسألة الصكوك بس. السندات وصولات الأمانة، ترتيبها قبل تقديمها. بعدين ليش العجلة يا فارس؟ ما تصبر 3 أيام، ما صبرت أسبوع، فيها إيه كمان 3 أيام زيادة؟ أصبر يا أخي. حاضر. نصبر، الصبر طيب. أنا لا يمكن أصبر فارس. أنت ما أنت عارف إيش بتساوي في نفسك. أنا عارف اللي بسويه. طيب لا يا فارس، أنت ما أنت عارف. أنا عارف أبويا طيب،
لا يمكن يتنازل لك بهذه السهولة. يتنازل لي؟ انت نسيت ان هذا حقي؟